يا ريان كذا كذا يا حبيبي اعرف شايفني معرف اها سر ملح ايش فيك كمل صحنك يا رجل كان قلت لي انك ما انت قد التحدي تمام ايبو ميدا ما نصفا كان سميدا ايتي ما سيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ريان من قناة يخليك الله يسعدكم يا جيش يخليك أقسم بات الله أتمنى سعادتكم بأي طريقة هذه الحلقة تحدي مو تحدي الضحك التحدي أنك ما تكشر أنت تكون مبتسم ما تكشر طب تقول له يخليك ليه ما نزلت مقلب بإذن الله راح أنزل لكم مقلب والله عارف أني قاطع 3 أسابيع بس أقسم بات الله مو بيدي لأن هذه أول مرة تصير معايا أنك 3 أسابيع الضروب بس ما ابغاك تتضايق وانا مبسوط دام انتم مبسوطين الحين انت قاعد تبتسم انا عارف انك قاعد تبتسم الله يسعدك ابتسم ايوه كبيره شوي الله يسعدك يا شيخ لو انت تبتسم اعطيني لايك واشتراك في القناه الحين احمد الشريف قاعد يستحمى بس يخلص هو عنده مقطعين وانا عندي مقطعين والله العظيم ما ادري المقطعين اللي بيوريني هي ايش هي وانا ما ادري والله المقطعين اللي بيوريه هي ولا شيء الحين بالجوال اخترته قدي وهو اختاره خلاص جهز احمد الشريف يقرب لي وان شاء الله بعد الحلقه دي راح اعوضكم مقارب مجنونه باذن الله زي ما فهمت الحين المقطعين اللي انا اجيبه لاحمد احمد ايش فهمت القصه الحين كيف؟ ايه اني افتح لك مقطع حزين انت تكون مبتسم ما تكشر لو كشرت او شيء او دمعت او اي شيء من علامات الحزن او شيء تخسر حلو خلاص توريني مقطعين وانا اوريك مقطعين اوكي ونخش اول شيء باحمد بوريه مقطعين هو هيوريني مقطعين هذا المقطع اللي بشغل لك هو مقطع يجيبوا ناس يصالحوا بينهم جابوا ولد يصالحوه مع امه انا ما راح افرج لك المقطع كامل لانه 8 دقائق و9 بس شوف ايش سوى في امه يعني تتوقع ايش سوى فيها وصلت لحظه الحسم بين دنيا واحمد ابنها لمن 7 سنين ما شفته طيب احنا نقدم خلي يلا شباب مش عارفه لايك شوف العالم لايك حواليك يلا شباب بدي يطلعوا فيه يلا شباب زمان طلع الشباب الصبايا كيف طلعوا شو بكي قولي لي شباب قولي لي ما هو اللي غير عادنا شفاعات ايام الدنيا يا اشرف الناس يعني انا بعتقد احسن انه خلص انسى هذيك مبتسم وعبالك ترجع هذيك مبتسم خليك مبتسم ما تكشف الا مش حسيت حالك هلا او بعد 10 سنين لما كنا بالمحكمه بيو القضاه هيك والشيوخ هيك والعالم هجم علي قدام القاضي قدام الشيوخ بل بالمحكمه قرب بدي يضربني بيو بيا انا اللي ضربتك بيا لا بيا يا ما كنت يوم كنا ما بتصبريش بالله يوم كنا عم نطلع انت ايه ما خليت شاطيك من راسك شقف يا مسكين ما خسرت باللحية بيا بيا يا ويلي لو انه هان يا ويلي لا الى الرصاص ليك شفت كيف رصاص ايه ما روح الشاش وسكر جي امرجي هو يدعك تمام بيا هاي عم نولي من اول ساعة ابن طارق وعدم خير طيب تأثر باقي لك مقطع ثاني الأم جايب لي عنا الأم مين ما يتأثر عن بل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 
في انسان ما يتاثر منه. ايوه بس خلاص دحين انا واحد ابتسم. اجلس مبتسم احمد. اجلس مبتسم. استنى 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 ايش سيب. لا طالع فيه مبتسم. حابسين لهم ما يقول لك عشان يتغذى. بالنسبة لقاعين يقولوا لي حرام تقتل الرصاص، هات قيمة غسيل 4 سيارات كل أسبوع وابشر غسيل على البخار. مريض جاهز يلا تبتسم. انا اجلس مبتسم. ايوه انت اكيد من دحين. ايوه دحين ابى اشغل لك. هيا حط الجوال هنا طبعا عشان اشوفه. طيب يلا شغل. دقيقة خليني أرف. أبى أشغل لك أطفال سوريا حبيبي. شوف هذا المدرسة. وين كنت حبيبي؟ كنت بالمدرسة؟
حرف هاي طرام معلش ما تكرم يا حبيبي. طب ليش ما هذا الشيء خلينا اكل بس ركز حسن براي ايوه طيب ركز ركز انت ايش البلاهي دي طيب ركز ركز يا صاحبي عود الوصل مفقود يا وجد حالك القلب مجروح يغلى من الروح يا راس مالي يا صاحبي عود الوصل مفقود يا وجد حالك القلب مجروح يغلى من الروح يا راس مالي أشواقي وارهاق والقلب لاشتاق أسمع ولينا ما فك ذكراك لقلت بنساك عيا حنينة يا كثرة لو جاع والقلب ما طاع شانت ظروفي شانت ظروفي لقلت بتزين من كثر مغنيك كثر سناديك من عز نومي أسرفت بالصاد في نعم الخاد يا قرب يومي ترضى لي الموت يا سامع الصوت جاوبني ترضى أرجوك لا تغيب كفيني تعذيب مليت أنا السلام عليكم والله يسعدكم والله معليش انا ما ابغى انزل حلقه زي كذا وتشوفوني بالموقف ذا والله العظيم عشان حلفني لا بس العقوبه عشان كسبت التحدي تنزل لي الحلقه هذه عندك خلاص والله منزله والله والله منزله ان شاء الله اسوي لكم مقال بسعدكم والله ما تمنيت ان تكون حزينه من بالله مرضي زي بس هاي جلسه التحدي وطفش بس والله العظيم الصوره دي يمكن اكثر من 4 سنين ما حاولت اشوفها لان هي سببت لي حالات نفسيه لانه عز صاحب لي توفى الله يرحمه بس احمد منين جبت الصورة بذمتك؟ والله شوف هو قال لي لا تقول لكن عشان تسأل هذه من خويك حسن بريك طيب حسن بريك انا قلت اول صورة حسن بريك عشان ايش تضحك انا اوريك يا حسن والله يسعدكم سامحوني ويلا سلام